السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عامل ايه؟ منورين مكتبتك، معاكم محمد. فيديو جديد. ايه الحلاوه دي يعني؟ ايه النور والجمال ده؟ منورني يا جدع والله. لا حقيقي منورني، بهزر بكلام بجد. المهم النهارده هنتكلم عن ساعه من ساعات هاينوتيكو. هتلاقي هاينوتيكو موديلات كتير جدا، انواع مختلفه، اشكال مختلفه. الشركه دي مجتهده جدا في ان هي تعمل اشكال وديزاينات مختلفه تليق بكل الناس. النهارده هنتكلم عن ديزاين الار دبليو 23. بصراحه الديزاين اللي انا شفته من فتره طويله وكان عاجبني جدا وكنت بحاول ان انا اوفره بقالي فتره، الحمد لله توفر، الحمد لله معايا وبجربه بقالي اسبوع. بتاع هاينوتيكو جيرماني، موديل ار دبليو 23، موديل من الموديلات الممتازه جدا واللي بتيجي برده بستايل حلو قوي، بيجي بشكل وديزاين ليه ناس خاصه بيه وليه ستايل هيعجب بيه. النهارده هنعمل ريفيو عنها، نتكلم عن ايجابياتها وسلبياتها وكل المميزات اللي فيها والعيوب اللي شفتها في الساعه. فيلا بنبدا الفيديو باول جزء وهو الانبوكسنج ومحتويات العلبه. الساعه اللي معانا النهارده وهي الساعه الار دبليو 23، موديل من موديلات الهاينوتيكو اللي توفرت مؤخرا في السوق المصري. شكل الساعه تحفه، شكل الساعه على العلبه جميل جدا زي ما انت شايف كده، مكتوب هنا هاينوتيكو جيرماني اسم الموديل، شكل الساعه من هنا في الجنب، لان الساعه طبعا فيها بلوتوث كول والوايرلس تشارج وان هي ستاند باي 60 يوم، وان هي وده شكل الشاحن. الناحيه الثانيه نفس الكلام بالظبط، عندنا هنا فوق هنا اللون بتاع الساعه، اما في الظهر فيكون عندنا شكل الساعه برده وان هي نون ميديكال. يا جماعه كل مره هقول ان انا احترمت هاينوتيكو بعد ما هم كتبوا الكلمه دي ان المنتج مش طبيعي. ايه تاني موجود؟ موجود بقى شويه تفاصيل عن الساعه اللي احنا هنعرفها كلها لما هنخش على او لما هنفتح العلبه. العلبه مع بعض، وده اول حاجه بنشوفها. هنا بيكون في كفر كده حمايه عشان الساعه ما تحركش ما تخبطش في العلبه، الكلام ده حاجه محترمه جدا. وده شكل الساعه، واو حاجة خرافية، شكلها تحفة، شكلها مميز قوي قوي قوي. فتمام هنشوف محتويات العلبة مع بعض. في عندنا في البوكس التاني دوت هنا الشاحن الوايرلس، وبعد كده عندنا هنا بقى اليوزر مانوال، سكان الكيو ار ده تعرف كل حاجة عن الساعة، وعندنا كمان شهادة الضمان اللي بتيجي مع الساعة، لكن طبعا هاينوتيكو مش موجودة في مصر، بيبقى الضمان هنا ضمان المحل اللي بتشتري منه. احنا استعرضنا كل محتويات العلبة وده شكل الساعة زي ما احنا شايفين، وهنتفرج عليها بالتفصيل دلوقتي في الجزء الثاني من الفيديو. السوفت وير والمواصفات التقنية الخاصة بالساعة الهاينوتيكو الار دبليو 23. استعرض معاك شكل الساعة ونتفرج عليها بالتفصيل كده ونستمتع بتفاصيل الساعة قبل ما نفتحها، وده شكل لها زي ما انت شايف كده، وده البنزل جامد جدا اللي عليه الارقام اللي احنا شايفينها ومكتوب هنا شمال وجنوب وشرق وغرب والاختصار بتاعهم. ده شكل الساعه زي ما انت شايف. طبعا الساعه بتيجي بالاستراب المعدن اللي احنا شايفينه ده، والساعه كلها شباب من المعدن، كل الساعه من المعدن، ده معدن والاطار معدن، الاستراب معدن، حتى الظهر كمان ظهر من المعدن. فالساعه كلها ماتيريال معدن زي ما انت شايف كده. طبعا ادي المايك الخاص بالساعه، وهنا السبيكر او السماعه، وده شكل السناسر. عندك هنا الزرارين الجمال قوي اللي في الجنب طبعا، وفي هنا السكرول اللي موجود برده بالشكل ده. طبعا الاستراب برده استراب سيلفر بشكل ستايله حلو جدا وخامته محترمه قوي قوي. ضغطه طويله بقى على الزرار ده بالشكل ده نفتح الساعه. ده انت شايف اول حاجه هاينوتيكو جيرماني، ودلوقتي هنلاقي الساعه اشتغلت. واو طبعا ما فيش اي حواف يا شباب في الشاشه، الساعه بدون حواف نهائي. وعندنا هنا ده الاولوز اون ديسبلاي، بيشتغل مباشره مجرد ما بتنزل الساعة، وهو بيكون ليه وقت برضه وبعد كده بيفصل. ضغطة كده بالشكل ده بنخش على الساعة، وعندنا ده الخلفيات اللي موجودة على الساعة، مجموعة من الخلفيات برضه الجميلة قوي. هنا عندنا الزرار ده بيدخلنا على القايمة، والزرار ده بيخرجنا أو بيفتح وضع الأولوز، بيقفل الساعة بيفتح وضع الأولوز أون ديسبلاي، وبيدخلنا برضه على القايمة. ضغطة طويلة على الزرار اللي فوق ده بيخلينا نقفل الساعة، ضغطة طويلة على السكرول برضه بيخلينا نقفل الساعة، ضغطة طويلة على الزرار اللي تحت دوت برضه بيخلينا نقفل الساعة. فالثلاث زراير كلهم نفس استخدام بالظبط. زي ما انت شايف دي طريقه تغيير الخلفيات، ودي عدد الخلفيات اللي موجوده على الساعه. الخلفيه دي مميزه قوي، فيها داتا مهوله يعني. طيب لو نسوايب من فوق تحت كده بنخش على الشورت منيو او ستاره، واول حاجه فيها هنا وضع عدم الازعاج، ده البلوتوث الخاص بالمكالمات، بنفتحه كده عشان نشغل المكالمات مع الموبايل. عندنا ده الشير لوكيشن، اوبشن الشير لوكيشن. بعد كده عندنا هنا اللوك سكرين كده، الشاشه ما نقدرش نعمل اي حاجه، لازم نضغط على الكرول ده لمده 3 ثواني كده. بعد كده عندنا هنا الفايند ماي فون، هنا عندنا الاولوز اون ديسبلاي وبيشتغل من اول 5 ثواني لحد 600 ثانيه. عندنا شاشه ثانيه فيها هنا اوبشن طرد الميه، الساعه بتعمل فايبريشن كده عشان لو في ميه ولا حاجه تخرج من الساعه. وهنا الكروت الخاصه بالسوشيال ميديا، هنا الكيو ار بتاع ربط الساعه بالبرنامج. عندنا هنا لو عايزين نفتح المنبه او نقفله، عندنا هنا وضع توفير الطاقه، بتبقى الساعه بس ساعه بس، ما بيبقاش في اي حاجه شغاله فيها غير التايم، تفتح تشوف التايم. نضغط ضغطة
بسيطه كده عشان نخرج من وضع توفير الطاقه. واخر حاجه هيكون عندنا هنا انك لما ترفع ايدك كده الاولوز اند ديسبلي هو اللي يشتغل لما نلغي الاوبشن ده، لكن لما نيجي نرفع ايدنا كده اللي يشتغل الساعه زي ما انت شايف. نقفل كده ايدنا، نيجي نرفع يفتح الساعه، لكن لما بنعمل الاوبشن ده كده والساعه بنقفلها نيجي نرفعها تشغل لنا الاولوز اند ديسبلي. لما نسوايب من الشمال يمين كده بنخش على الشاشه الجانبيه اللي فيها اخر تطبيقات وبيعرفنا هنا البطاريه فيها قد ايه. لما نسوايب من اليمين الشمال بنخش على الشاشه الجانبيه واول حاجه فيها الهارت ريت او قياس نبض القلب. بس طبعا زي ما انت شوف هم كاتبين على العلبه ان المنتج نون ميديكال. هنقارن دلوقتي مع الاكسوميتر، الاكسوميتر جايب 9.93 واو نبض القلب بتاعي. تعال نشوف الساعه هتدينا كام. لا اديتنا رقم بعيد خالص، الاكسوميتر كان مدينا حاجه و80 هي 73. بس زي ما هم كاتبين ان المنتج مش منتج طبي والقياسات في النبض يعني لا يعتمد عليه. بعد كده عندنا هنا الشير لوكيشن لو بنعمل شير مع حد. هنا بعد كده عندنا هنا الحاله اليوميه بتاعتنا شكلها ظريف قوي. هنا مشينا مسافه قد ايه، هنا مشينا خطوات قد ايه، هنا حرقنا كالوريز قد ايه، الوقت، الخطوات. بعد كده عندنا هنا التحكم في الساوند واحنا لابسين الساعه، لازم نكون ربطين الساعه بالموبايل بلوتوث مباشر. هنا الوزر وتزامن الطقس النهارده وكمان 3 ايام. لو عايزين نشيل اي داتا من هنا بنضغط ضغطه طويله كده نمسح اللي احنا مش عايزينه وبنضيف حاجات ثانيه موجوده على الساعه. لا من السواب اللي فوق كده بنخش على الاشعارات اللي بتيجي بلغه عربي او انجليش بشكل كويس وبتيجي بشكل البرنامج ده شكل اشعار زي ما انت شايف. جزء من الاشعار بيظهر مش كله، ده مثلا اشعار من على الفيسبوك ده شكله فيسبوك مكتبتك، فعل وائل الزوي مع فيديو ريفيو ساعه ريفيو على السريع للنضاره السمارت، ده بيكون شكل الاشعار. طيب بنخش على القائمه بضغطه بالشكل ده كده وعندنا ثلاث اشكال مختلفه للقائمه، فيهم الشكل المميز قوي قوي ده تحس ان هو خلفيه اصلا، لكن ده شكل القائمه وده برده شكل من اشكال القائمه وده الشكل الاخير بقى اللي احنا بنقدر نشرح بيه. عندنا اول حاجه معدل نبضات القلب، عندنا ضغط الدم، الالعاب الرياضيه زي مجموعه من الالعاب الرياضيه ممكن تلعبهم وانت لابس الساعه، الساعه بتبدا تحسب لك الكالوريز والمسافه والسعرات الحراريه والخطوات وهكذا والمده اللي انت لعبت فيها، وبنخرج من المود بالشكل ده كده. في بعد كده عندنا هنا تقرير النوم، الساعه بتحسب لك نمت كام ساعه، نوم عميق كام ساعه، نوم خفيف، وبنقل الداتا على الموبايل. هنا قياس الاكسجين في الدم، طبعا احنا شفنا القياس لا يعتمد عليه وهي الشركه بتقول لك ان ده مش جهاز طبي. بعد كده عندنا هنا المكالمات بقى ومكالمات الطوارئ والكلام دوت هنعرفه في الكونكشن. بعد كده عندنا البيانات اليوميه بتاعتنا، عندنا لو احنا عايزين نحد من التوتر ونعمل شهيق وزفير مع الحركه بتاعه الدايره دي كده مع الساعه، طبعا ده اوبشن ما حدش بيستخدمه نهائي يعني. بعد كده عندنا هنا التحكم في الساوند، بعد كده عندنا هنا شويه البرامج اللي احنا ممكن نحملها من على البرنامج بتاع الساعه، فمنهم الشير لوكيشن والتحكم في الفيديوهات وبعض الحاجات اللي هنتكلم برضو عنها في الكونكشن. بعد كده عندنا هنا المساعد الصوتي او جوجل اسيست. بعد كده عندنا هنا الضبط، اول حاجه عندنا في الضبط هنا الويك اب بنفتحها ونقفلها بالشكل دوت. بعد كده عندنا هنا اوبشن اللي هو الاضاءه بجانب السرير واتكلمنا عنه قبل كده، انا بنكون حاطين الساعه على الشاحن بيكون ده شكل الساعه على الشاحن، تلاقي الساعه بقت بالشكل ده عشان لو انت حاططها قدامك كده تبقى شايف الساعه طول ما هي بتشحن، وده اوبشن برده بتفتحه وتقفله من هنا. بعد كده عندنا هنا الاولوز اند ديسبلي بتاعه تقفله من هنا، عندنا هنا وقت ايقاف الشاشه من اول 5 ثواني لحد 30 ثانيه ودي الشاشه الاساسيه. بعد كده عندنا هنا الاولوز اند ديسبلي من اول 5 ثواني لحد 600 ثانيه وقت طويل جدا، تفضل الشاشه فيه منوره طول الوقت بشاشه الاولوز اند ديسبلي. عندنا التحكم في السطوع نوطيه ونقلله بالشكل ده. بعد كده عندنا هنا لو عايزين نتحكم في ضبط الوقت من على الساعه. بعد كده عندنا هنا اوبشن التسكير بالصحه، بنفتح الحاجات اللي احنا محتاجينها زي شرب الميه، تسكير معدل ضربات القلب والحاجات دي كلها. عندنا بعد كده هنا وضع توفير الطاقه، بعد كده عندنا هنا الاعدادات الخاصه والاتصالات، لما يكون في مكالمه يبقى في صوت يبقى في اهتزاز، مفيش صوت مفيش اهتزاز، الحاجات دي كلها تفتحها وتقفلها من هنا. هنا بعد كده اعدادات اللغه الخاصه بالساعه، بعد كده عندنا هنا الصوت والاهتزازات قوتهم بتوع الساعه، تفتحهم وتقفلهم من هنا، ده وضع الاهتزاز وده صوت المزيكا وده صوت المكالمه. اوبشن وضع عدم الازعاج لو انت عايز تعمل كلمه مرور للساعه، لو انت عايز تقفل الساعه، لو انت عايز تعمل الكونكت ما بين البرنامج والساعه. بعد كده عندنا هنا الاباوت، اسم الساعه RW23، هنا لو عايزين نعمل ريسيت للساعه، عايزين نعمل اعاده ضبط مصنع للساعه. بعد النبض عندنا هنا الضغط، قياس الضغط. بعد كده عندنا هنا الستوب ووتش، بعد كده عندنا هنا المؤقت، بعد كده عندنا الحاسبه لو عايزين نعمل عمليات حسابيه، بعد كده عندنا هنا الاشعارات لو احنا عايزين نخش نشوفها من جوه الساعه، هنا عندنا الويزر، بعد كده المنبه لو عايزين نضيف اوقات للنبه. كده احنا استعرضنا كل الحاجات اللي جوه الساعه والسوفت الداخلي ليها. هنشوف دلوقتي بس الدايمنشن. بالنسبه لوزن الساعه بالاستراب بتاعها وحوالي 123 جرام، طبعا زي ما قلت لكم الساعه كلها من المعدن فهتبقى وزنها تقيل شويه. بالنسبه لابعاد الساعه فالساعه بتيجي بقطر 47 ملي
وبتيجي بسمك 12 ملي. طبعا حجم الاستراب 20 وبتقدر تغيره بسهولة جدا بأي استراب زي ما احنا شايفين كده، بنغير بأي استراب مقاس 22، وشكل الساعة برضو بيروح في حتة تانية مع أي استراب بيركبها. بكده تكون خلصنا واتكلمنا عن كل المواصفات التقنية للساعة والسوفت وير. نخش على الجزء الثالث من الفيديو، البرنامج وربط الساعة بالموبايل. والساعة بتشتغل على برنامج الوير فيت برو، برنامج المتكرر اللي اتكلمنا عنه كتير قوي قوي، واللي يعتبر واحد من اشهر البرامج خاصة بالساعات الكوبي. طبعا وجهة البرنامج معروفة لمعظمنا وللناس اللي مهتمية بالساعات الذكية، ده وجهة البرنامج. واول حاجة بنعرف هنا البطارية فيها قد ايه، بنعرف الخطوات اللي مشينا النهاردة والكالوريز والسعر والمسافة. هنا بيبان لنا الخلفيات بتاعه الساعه، وفي بعض الناس هتلاقي لما بيخش على الخلفيات بيكون بالشكل ده. الموضوع بسيط ما تقلقش، كل اللي عليك ان انت تخش بس تحول لغه الموبايل للغه الانجليش. زي ما انت شايف اهو، مجرد ما حولنا لغه الموبايل الانجليش الخلفيات اشتغلت عادي. في مجموعه من الخلفيات مجانيه، في مجموعه من الخلفيات اللي بفلوس. لو انت دورت على النت ممكن تلاقي اكونتات فور فري او اكونتات في اي بي متكركه، تقدر ان انت تحملها عندك وتاخد الخلفيات اللي عليها. فاشطر الموضوع، هتلاقي فيه إفادة كبيرة في موضوع البرنامج. يعني انت ممكن تجيب البرنامج مفتوح، هتلاقيه على النت لو انت بحثت كده، دخلت على جوجل كتبت مثلا وير فيت برو في بي ان او وير فيت برو في اي بي او وير فيت برو متكرر سرش، يعني هتلاقي نفسك وصلت للاكونت. يعني هنا الخلفية بتحمل، بعمل كده خلاص الخلفية اتحملت، وده شكل الخلفية بعد ما نزلت على الساعة. واجمل حاجة من الحاجات المميزة قوي في الساعة ان هي بدون حواف نهائي. تقدر طبعا تعمل خلفية خاصة بيك من خلال الكاستم. هنا تخش تختار صورة من الاستديو، تختار ستايل الصورة، ستايل الوقت هيكون عامل ازاي والتفاصيل دي. عندنا في البرنامج بقى ان انت تحمل تطبيقات. فزي ما انت شايف دي مجموعة من التطبيقات نقدر نحملها على الساعة. طبعا حاجات يعني ملهاش اي اهمية، طبعا انت بتتكلم في نسبة السكر في الدم، دي حاجة مش مهمة او مش ذات اهمية الساعة. لكن ممكن برنامج الشير لوكيشن ده، تقدر انت تشير لوكيشن مع حد مع نفس الساعة ومشغل نفس البرنامج. بعد كده يكون عندنا هنا تنبيهات، برامج اللي انت عايز تبعت لك اشعارات. ففي مجموعه كبيره من الاشعارات. طبعا اول حاجه هنا الاشعارات بتاعه المكالمات والرسائل اس ام اس، في السكاي جوت، تليجرام، وفايبر، واتساب، مجموعه من الاشعارات. وكمان في الاوبشن بتاع اضافه الى ذلك، بيجيب لك شويه برامج ثانيه زي واتساب بتاع الاعمال كده. تمام، بالنسبه بقى لبطاقات العمل، انت مثلا بتعمل كيو ار الخاص بالبرنامج بتاعك وبتنقله على الساعه. لو دخلنا هنا كده ودخلنا على البيزنس كارد هنلاقي الكيو ار بتاع الواتساب. تقدر ان انت تضيف بقى تويتر وفيسبوك وويشات وهكذا. عندنا بعد كده هنا اضافه الجهات الاتصال المفضله، والساعه بتاخد 8 اسماء بتنقلهم على الساعه عشان لو انت عايز تكلم حد من الثمان اسماء دول. لكن الساعه بتظهر جميع الاسماء المتصله سواء انت رابطها سوفت او رابطها ببرنامج، وهكرر الموضوع دوت وهوريه لك دلوقتي. هنا البحث عن الساعه، الساعه تعمل فايبريشن كده عشان خاطر لو هي على مكتب ولا حاجه تعرف مكانها. تزامن تقارير الطقس، عندنا هنا بقى المحفظه الذكيه، طبعا ده اوبشن مش مدعوم عندنا. التذكير بالصحه، في اوبشنات كتيره جدا، التذكير بالجلوس، بشرب الميه، تذكير بالحركه، اخذ الدواء، قراءه، السفر، دي كلها اوبشنز جميله. عندنا هنا التقاط الصوره عن بعد، تقدر ان انت تهز الساعه بالشكل ده تقوم واخده لقطه. عندك هنا اعدادات اخرى فيها انك تخليها تقيس كل ساعه، قافلها لان اوبشن هيهلك البطاريه. الويك اب بتفتحه وتقفله من هنا، وتتحكم في التايم 12 ل24 ساعه. ده بالنسبه للبرنامج فيه عجاله، وده التفاصيل المهمه اللي ممكن تاخدها من البرنامج. كلامك دلوقتي عن التحكم في الساوند، كعاده ساعات الوير فيت برو التحكم في الساوند هيكون لما بنكون بنسمع من على الساعه. لو هنحتاج ان احنا نسمع من ايربود هنتحكم من الايربود، لكن مش هنقدر نتحكم من الساعه. بالنسبه لاظهار اسم متصل، فزي ما انت شايف معايا كده الساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء المتصله، سواء انت رابط الساعه على البرنامج بس او رابطها من خلال البلوتوث المباشر اللي عندنا في المكان ده كده. فلو انت رابطها اتصال مباشر تقدر ان انت تكنسل على المكالمه او ترد، والساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء. لو انت هتتصل من على الساعه طبعا لازم تكون حافظ رقم، او يكون رقم من الثمان ارقام المسجله، او يكون رقم رن عليك قبل كده عشان تقدر ترن زي ما انت شايف في الفيديو. بكده نكون خلصنا الجزء الثالث من الفيديو وهو البرنامج وربط الساعه بالموبايل. هنخش دلوقتي بقى على الخلاصه وراي عام عن الساعه الهاينوتيكو الار دبليو 23. الساعه اللي بتيجي باهم حاجه فيها هو الديزاين. اكتر حاجه هتعجبك او هتشدك في الساعه هو الديزاين، لان هي الساعه شبه ساعات ثانيه كتير في نفس السوفت ونفس المواصفات، لكن شكلها هو اللي هيكون مميز. عجبني قوي شكلها، وعجبني ان هي كلها جات من معدن، حاجه متينه تستحمل ظروف قاسيه في التعامل.
التعامل، وكل الميتال بتاعها مقاوم للصدمة. دي من الحاجات عجبني قوي الاوبشن بتاع ان انا لما اعمل دراعي كده لتحت اقدر افتح القايمه واقدر اقفل القايمه ستايل كده، هو لما تنزل كده على الزرار الخاص بالقايمه تقدر ان انت تتحكم في القايمه. من الحاجات الجميله اللي عجبتني والمهمه في الساعه انك تطلع ازرار جميل اسماء المتصل. ده اوبشن مهم لاي حد بيكون لابس ساعه سمارت ورابطها بالموبايل، سواء رابطها بلوتوث مباشر او رابطها بالبرنامج. بس الساعه تدعم ازرار اسم متصل في الحالتين، تقدر انت ترد على المكالمه، تقدر تكنسل المكالمه، تقدر انت تتصل من على الساعه لحد لو مش عايز تمسك الموبايل. الحاجات الحلوه جدا في الساعه هو سطوع الشاشه تحت اشعه الشمس شغال بشكل كويس جدا. هتلاقيه في الفيديو بوريهولك ده، بوريك شكل الساعة في الشمس ولما بوديها في الظل الاثنين طالعين بشكل كويس جدا وهتكون مريحة جدا في العين، مش هتحس ان الساعة مش عارف تشوف كويس، والكلام ده هتبقى ممتازة جدا. الحاجات برضو الحلوة في الساعة انك تعمل اظهار الاشعارات بشكل كويس جدا، لكن هيبقى عندنا مشكلة مثلا في الماسنجر، ودي كل الساعات اللي بتشتغل على جوجل فيت برو اشعارات الماسنجر مش بتيجي فيها لو انت رابط على اندرويد. لو رابط على ايفون هتلاقي شغالة معاك بشكل كويس. من الديفوهات اللي في الساعة هو نقطة التحكم في الساوند، ما تقدرش تتحكم في الساوند وانت لابس من على الساعة، لازم تكون بتسمع من على الساعة، لكن لو هتسمع من على ايربود او من على صب او من على الموبايل مش هتقدر تتحكم في الساوند من على الساعة، لازم هتبقى تتحكم في الساوند من على الايربود. مش هسطر عليك الفيديو اكتر من كده، كان شغل خاص ديفو الخاص بالساعة الهاين كيو الار دبليو 23. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، اتمنى يكون الريفيو ده كل حاجة محتاج تعرف عن الساعة. في مسج تعمل سبسكرايب لقناه فيديو جميل، لايك الجميل. عايز اقول لكم اصلا كل جديد على سمارت ووتش بشكل خاص اكسوالت الموبايل بشكل عام، وانتظروا ريفيو عظمه للنظاره الام جي 10 السمارت من شركه لينوفو اللي كنا عملنا عنها ريفيو على السريع على صفحتنا على الفيسبوك، هنعمل عنها ريفيو مفصل الايام الجايه ان شاء الله. فما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. في النهايه معاكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.